Diable. مركز كبير وصوت عالي نهرش معاك بشلابة نهرش معاك بشلابة كل شي في اعتمد غالي نبغير شواجي هدابة نبغير شواجي هدابة كل شي يرشيب العلالي أنا العلي أنا الهدم هذه الدنيا وهذا حظي. شكرا بارك الله فيك. في الحقيقه ما خصنيش نقول لك مرحبا بك بروكسل لان انا خصني نقول راسي مرحبا بيا بروكسل. حشام يا عبد الله انا وياك مرحبا بنا في بروكسل. انا قالوا لي بان عندك واحد المعرفه كبيره في بروكسل المغاربه ديال بروكسل كاملين كيبغيوك وخصوصا بلجيكا انا ما فهمتش شنو هو السر. وهو مسر مفر هي محبة ديال الله سبحانه وتعالى في جميع المدن البلجيكية ولا في الأوروبية. علاش؟ لأن هما ماشي غنتفاجئوا ونقولوا علاش كيبغيوني. هادو خوتنا المغاربة في المهجر، خوتنا المغاربة اللي كنشدوا على يديهم وكنجيو نشوفوهم وكنخليهم يشموا فينا ريحة التراب، ريحة الحمري وريحة البلاد. اوكي أستاذ الخياري، الزيارة ديالك لبروكسل في هاد الفيستيفال دو غير ما كتشوفوش تعطل شوية بزاف؟ لا بالعكس، وهي المساله احنا ما كرهناش كل شهر نجيو، غير هي المساله مساله تنظيم ومساله تواريخ، لان خص يعرف المشاهد الكريم ان مثلا حجز قاعه في اوروبا ماشي هي المغرب. بغيت تاخذ قاعه في مارس خصك ربما تحجزها في مارس اللي فات، لان كاين عندهم خدامين الناس وكيفهموا شنو هي الثقافه وعطيناها اهتمام كبير. فإلى غبرنا ولا هذا راه الناس ما لقاتش مثلا الوقت باش 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 تريزيرفي قاعه فين نخدموا. فمشكورين هاد الاخوه اللي داروا هاد الجهد وهاد البادره هذه اللي قدروا ياخذوا هاد القاعه اللي غادي نتلاقاو معها نتلاقاو فيها مع واحد القسط من المغاربه الزوينين ديالنا الغزالين. استاذ الخياري، استاذ كنقري الماط بزاف، زدتي بزاف هاد الاستاذ. قول المدير نقص طلع كراد شويه. توحشناك، توحشتيني بيتزا، توحشتك. هذه خدمة نقية. التلفازة المغربية صارت كالتالي، لأن قبل كنا كندفعوا المشروع ديالنا وكيدوز وبطبيعة الحال دابا ولا دفتر تحملات ولا الانتظار ولا الصف. يعني كي خصنا نشدوا الصف، كي خصنا نكونوا ديمقراطيين بغينا ولا كرهنا، ولا دفتر تحملات ولا الدراسات ديال المشاريع اللي خصك تخضع ليها. الدفتر تحملات كاع الفنانة اللي عندهم أسماء ما بغيوش يحملوها، شنو هو المشكل؟ لا بالعكس، علاش؟ الفنانه اللي عندهم اسماء كتعني ان الفنانه اللي كانوا في يعني في التسعينات والثمانينات وهذا ما كانش ديك الساعه دفتر تحملات، وكان التلفزيون يتعامل مع النجم مباشره. التلفزيون كتمشي عنده كتقول له عندي مشروع، تيقول لك بسم الله، عارف انه معك انت كيدير لوديونس، معك انت كيكون الاشهارات، معك انت كيدخلوا مستشارين. ما كندويش على راسي، كندوي على اي فنان معروف وعنده اسم في هذه البلاد، انا يلاه بادي كنتعلم. فدابا ملي جا هذا الشيء ديال دفتر التحملات خصنا نقبلوه، خصنا نمشيو معاه، ودائما كنطلبوا الحظ ديالنا وكنقولوا يا ربي يكون نصيبنا في هاد اللولو ولا في هاد اللوفخ اللي باغا التلفازه. يا ربي نتمنى عند الله نكونوا فيه. انا ما خصنيش نقول حتى حاجه، لان دز داك العام في لوبيرج في القناه الثانيه، وهذا العام ان شاء الله اذا سهل الله كاين الدوزيام بارتي ديال لوبير، وغتكون اشياء اخرى. وكذلك عندي حضور في السينما ان شاء الله مستمر، يعني واحد ثلاثه الافلام في السينما. على ذكر لوبيرج، راضي على دورك فيه؟ طبعا. دابا انت بديتي صحافي وليتي وكيل الدوله، ما فهمتش انا ياك مات. شو هذا الراجل هذا؟ شوفوا معايا هذا السيد هذا، كيف بديتي معايا بشويه دخلتيني بحال الناس نود من هذا المنبر. كان حي الجالية وكان قول لهم كنبغيوكم كنموتوا عليكم وما تقولوش تيقوا في هذا خينا هذا، راه ما عرفتو بوليسي ولا ولا ولا, ولا صحافي ولا غارديان، ما عرفتوش شنو هو. كل مره كيتلون بحال البوا. تحياتي لك وكنحبوك من هذا المنبر، وشكرا لك كصحافي نزيه اللي كتواكب هذه الامسيه الفكاهيه. شكرا خويا الخير، الله يحفظك. انا نمضي على كل طلب جل عندي، انا القرار انا نمضي على كل طلب جل عندي، انا القيد انا القدم نهار حصه تخرج من جلدي.